السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم إن شاء الله دكتور أيمن أبو المعاطي، أستاذ مساعد الكيمياء الدوائية. إن شاء الله هشرح لكم في مقرر الاستراكشر اليسيديشن، وبالتحديد جزء الاي ار. نحب بس أوضح لكم إن المقرر بتاع الاستراكشر اليسيديشن أو إثبات التركيب البنائي ده من أهم المقررات اللي بتاخدوها في تمهيدي ماجستير الكيمياء الدوائية. ليه بقول كده؟ لان حضراتكم ان شاء الله اللي بيشتغل سينسز لازم يعدي على لازم هيستخدم المعلومات اللي احنا بنقولها في المقرر ديت. يعني كل معلومه بنقولها في المقرر بتاع الستراكشر اليسيديشن هتحتاجوها، سواء طبعا كان اي ار، سواء كان ان ام ار بفروع بقى اللي هو الاتش 1 ان ام ار او السي 13 ان ام ار والماس سبكتروسكوبي. تمام، فحضراتكم بعد ما بتشتغلوا الشغل البراكتيكال وتبدأوا تمشوا بسكيمات وتعملوا مركبات كيميائية وتبدأوا تفصلوا بقى المركبات بتاعتكم وتنظفوها والقصص ديت، ان شاء الله الكلام ده ان شاء الله كله هتعدوا عليه. لازم تلجأوا ان احنا عملنا ديزاين، عملنا تصور ان انا ماشي بسكيمة ومفروض ان هو هيطلع لي المركب اللي انا متصوره بالشكل ده. اللي يثبت ان التصور بتاعي بقى صحيح هو الاستراكشر اليسيديشن. ابدا اعمل عليه اي ار، ابدا اعمل عليه ان ام ار، ابدا اعمل عليه ماس سبكتروسكوب. تمام، وفي حاجات ادفانس طبعا من ان ام ار. يعني انتوا الطبيعي بتتكلموا مثلا في الان ام ار دوت على الاتش 1 ان ام ار والسي 13 ان ام ار. في حاجات ادفانس شويه دي ممكن سنه، يعني غالبا يعني مش بنحتاج لها شويه، لكن ممكن الناس بتوع العقاقير هم اللي بيستخدموها اللي هو ال 2 دي. احنا عاده بنشتغل بال 1 دي، لكن ال 2 دي بقى عشان الحاجات اللي بيوصلوها من الحاجات النباتيه وكده، فممكن بيبقى حاجات يعني ادفانسد شويه بقى، بيستخدموا حاجه من 2 دي زي الكوزي والنوزي والار اس كيو، حاجات كده كتيره يعني. تمام، فالشاهد ان مقرر الاستراكشر اكسديشن بجانب ان هو حاجه يعني مهمه وعليها درجات، فهو حاجه هتستفيدوها بالفعل، يعني هتطبقوها بالفعل في الشغل العملي بتاعكم. طيب، يبقى زي ما اتفقنا ان شاء الله هتكلم معاكم في المقرر ده في التحديد في جزء الاي ار سبكتروسكوبي. الاي ار سبكتروسكوبي، تمام، خلي بالكم بس ان في فرق ما بين كلمه سبكتروسكوبي وما بين الاسبكتروفوتومتر. زي ما هنشوف كده، السبكتروسكوبي هو علم او دراسه الانتر اكشن اللي بيحصل ما بين المركب بتاعي وما بين الالكترو ماجنتيك راديشن. تمام، لكن لما اقول كلمه سبكتروفوتومتر او سبكت ده الجهاز او سبكتروفوتومتري ده الطريقه، دي حاجه مختلفه. يبقى خلي بالنا، عندنا حاجه اسمها سبكتروسكوبي، وعندنا حاجه اسمها سبكتروفوتومتر، وعندنا حاجه اسمها سبكتروفوتومتري. السبكتروسكوبي ده دراسه الحاجه اللي بتدرس الانتر اكشن اللي بيحصل ما بين المركب بتاعي وما بين الالكترومغنيتيك راديشن. السبكتروفوتومتر ده الجهاز اللي بقيس بيه السبكتروفوتومتري. طب ايه الاسبكتروفوتومتري؟ الاسبكتروفوتومتري ديت ميثود زي اللي بنقيس بيها في اليو في وفي الفيزيبل لايت. تمام، ف نوت تو بي كونفيوز ما بين الاسبكتروسكوبي والاسبكتروفوتومتري. خلاص، طيب، يبقى زي ما اتفقنا خلاص ان الاسبكتروسكوبي ده بعلم او دراسه بتدرس الانتر اكشن اللي بتحصل ما بين المركب بتاعي وما بين الالكترومغنيتيك راديشن. طيب، نفكركم كده بحاجات اخيب اخدتوها قبل كده. الالكترومغنيتيك راديشن زي ما احنا عارفين اهو من اسمه الكترومغنيتيك، فهو في الكتريك فيلد وفي ماجنتيك فيلد. اهو الويفز اللي باللون الاصفر ده الالكتريك فيلد، وعمودي عليها، تمام، وعمودي عليها في البلين هو اللي باللون الرمادي ده الماجنتيك فيلد، والاثنين بيمشوا مع بعض ويعمل الكترومغنيتيك راديشن. وزي ما اخدته برضو قبل كده ان الالكترومغنيتيك راديشن ليها خواص البارتيكلز وليها خواص الموجات او الويفز. ليها خواص البارتيكل لانها بنعتبرها فوتونز، وبالتالي ليها انرجي. كل فوتون ليه انرجي، هنرمز للانرجي بالكومبوننت اي. تمام، فكل ما كان الانرجي بتاعت الفوتون ده عاليه، كل ما كان تردده او الفريكوانسي بتاعه، تمام، عالي اهو. فده اللي بيعمل علاقه دايركت بروبورشنال ما بين الانرجي وما بين الفريكوانسي. كل ما زاد تردد الموجه، يعني ايه كلمه تردد؟ يعني بيقول عليها الهيرتز بقى، اللي هي النمبر اوف
cycles per second، number of cycles per second. كل ما زاد عدد السايكلات اللي بتتعمل من الموجات في الثانية، ده دليل ان الفوتون دي ايه؟ طاقتها قليلة ولا طاقتها عالية؟ طبعا طاقتها عالية. فعشان كده في علاقة طردية ما بين الانرجي او الاي وما بين الفريكوانسي. عشان كده زي ما خدنا في الماس، لما هعمل بقى ايكويشن يبقى انا عندي الانرجي بتساوي كونستانت في الفريكوانسي. الكونستانت هنا هو اللي بنقول عليه بلانك كونستانت، تمام؟ ايه الحاجة الريسبريكال او العكس الفريكوانسي اللي هي الويف لينس؟ الويف لينس او الطول الموجي. كل ما كان الفوتونز بتاعتي الانرجي بتاعتها كانت قليلة، يعني السايكلز اللي بتعملها في الثانية قليلة، يعني بالبلدي كده الفريكوانسي بتاعتها قليلة، يبقى انا السايكلز ديت ايه؟ بعاد عن بعض ولا قريبين من بعض؟ لا، بعاد عن بعض. فده يزود الديستانس بينهم ولا لا؟ هيزود. فساعتها الطول الموجي او الويف لينس اللي بنقيسه بقى بالنانوميتر او بالسنتيمتر ساعتها بيكون كبير. اذا الشاهد ان انا عندي علاقه عكسيه ما بين، على عكس بقى من اللي قلته في السلايد اللي فاتت، عندي علاقه هنا عكسيه ما بين الفريكوانسي وما بين الويف لينس. كل ما كان الفريكوانسي عالي، يعني السايكلات كتيره في السكند وبالتالي قريبين من بعض متزنقين جنب بعض، فالطول الموجي قصير يبقى ايه؟ شورت ويف لينس. وكل ما كان الفريكوانسي قليل، يعني السايكلز بعاد عن بعض عشان الانرجي بتاعتهم قليله، تمام، كل ما زود ايه؟ الطول الموجي. عشان كده هو الفريكوانسي اهوت هي في علاقه عكسيه برضو انفيرسلي، بقى مش دايركتلي، انفيرسلي بروبورشنال للويف لينس. المفروض هنا ايه؟ دي علامه التناسب، وهنا واحد على الويف لينس. طبعا هنيجي نعملها في شكل رياضي، يبقى يساوي، وهنا كونستانت وهنا الويف لينس. الكونستانت عندي هنا طبعا هو سرعه، انا بتكلم على فوتونز، فهي سرعه الضوء اللي هي 3 في 10 تو ذا باور 10 سنتيمتر بير سكند. اذا انا اقدر اجمع الايكويشن بتاعت السلايد اللي فاتت والسلايد دي، ان اقول ان انرجي بتساوي الاتش في الفريكوانسي، هي هيها لو قلت الاتش في السي على اللمبه، تمام؟ كلها حاجات كده اخدتوها طبعا، بس انا بفكركم بيها اهو. الطول الموجي كل ما كان الفريكوانسي قليل، يعني ايه؟ يعني السايكلز اللي بتحصل في ايه؟ الثانيه الواحده قليله، فكان الطول الموجي كبير، تمام؟ خلي بالك انا ممكن اقيس الطول الموجي من هنا لهنا، او من هنا لهنا، او من هنا لحد هنا، كل ده صح، او هتلاقيه كله نفس المسافه. عندك من هنا لهنا، او من هنا لهنا اللي هو البيكس او البوتومز بقى بتاعت الويفز، من هنا لهنا، تمام. الشاهد ان انا كل ما يكون الفريكوانسي قليل فبالتالي الويف لينس كبير، لان المسافات بين السايكلز واسعه، لكن الفريكوانسي عالي عشان انرجي ايه؟ كبيره، فالسايكلات اللي بتعملها في الثانيه كتيره، فبالتالي المسافات بينهم السايكلز متضيقه مع بعض، فالسايكلز قريبين جدا، فبالتالي الويف لينس بيبقى شورت، تمام. لما عندي بيحصل انتر اكشن ما بين الالكتروماجنتيك راديشن مع الماده بتاعتي، ايه اللي بيحصل بعد كده؟ ايه الستيب، الخطوه اللي بتحصل بعد كده؟ قال لك بيحصل حاجه من اتنين، يا اما يحصل كوليجن يا اما يحصل كابلنج. يا اما يحصل كوليجن ويبقى الماده تبدا يحصل لها موفمنت، تتحرك وتحصل ريليز او بتترجم الانرجي دي في شكل هيت، شكل حراره. او يحصل كابلنج. يعني ايه كابلنج؟ احنا عارفين ان اي حاجه ليها شحنه وبتتحرك بتعمل ايه؟ مجال ايه؟ مغناطيسي، تمام. يبقى انا عندي كده ساعتها ايه؟ لو عندي ذره عليها البروتون، او سوري، عليها الالكترونز، تمام، وعندي فيها عامل الذره دي عليها شحنه، والذره دي بتعمل كوليجن، تمام، زي ما هنشوف كمان شوية، بتعمل حركة، بتعمل موفمنت، كوليجن موفمنت، تمام، أو اوسيليتنج، بيقول عليه أحيانا اوسيليتنج موفمنت، تمام. نتيجة الحركة دي بتعمل الكترو ماجنتيك راديشن،
لو انا نزلت عليها بالكترومغنيتيك راديشن حصل ماتشنج بينهم، بيحصل امبليفيكيشن، بيحصل زياده، بيحصل انكريز في الكوانتم انرجي او زياده في الامبليتيود بتاعه الالكترومغنيتيك راديشن دي. تمام، كمان سلايد يعني او اتنين كده، كان حاجه كان سلايد كده جايه ان شاء الله هتفهموها بشكل افضل. يبقى انا عندي اهو ده البارتيكل تو بارتيكل كوليجن، اهو ده الكترومغنيتيك راديشن وخبط في الذره بتاعتي، الذره بتاعتي اتحركت لو خدتوا بالكم، اهو بدات تتحرك اهوت وحصل ريليز للهيت او ترجمه الانرجي دي في شكل حراره، او يحصل كابلنج، يحصل كابلنج ما بين، يعني ايه كابلنج؟ زي ما قلنا يحصل ماتشنج ما بين الالكترومغنيتيك راديشن بتاعت الذره بتاعتي نتيجه ان هي عليها شحنه وليها حركه، وما بين الالكترومغنيتيك راديشن بتاع الضوء اللي انا منزله عليها ايا كان نوع الضوء ده ايه. تمام، يحصل ماتشنج بينهم، حصل ماتشنج يحصل ساعتها كابلنج، وهذا النوع من الانتر اكشن اللي هو الكابلنج ده هو اللي بيحصل عندنا في قصتنا اللي هو الاي ار. طيب بالنسبه للانواع، زي ما خدنا برضو قبل كده انواع الالكترومغنيتيك راديشن، طبعا انواع مختلفه بتتباين في الفريكوانسي او الطاقه اللي فيها والويف لينث بتاعها. طبعا زي ما احنا عارفين خلاص ان العلاقه بين الويف لينث وبين الانرجي او الفريكوانسي علاقه عكسيه، فطبعا لو بدانا باعلى حاجه في الطاقه واقلهم في الويف لينث هو الجاما ريز. تمام، زي ما انت شايف كده الويف لينث بتاعها ايه؟ صغير جدا، 0.01 نانومتر، من 0.0001 نانومتر ل 0.01 نانومتر. ليه؟ لان هي الويف لينث بتاعها قليل قوي كده عشان هي عاليه جدا في الانرجي اهو. تمام، سايكلز كتيره في الثانيه الواحده. المهم يا علينا، طبعا هي بتبدا بالجاما ريز، يليها اقل في الانرجي واعلى في الويف لينث الاكس راي، يليها اليو في او الالترا فايلوت، يليها الفيزبل لايت اللي هو بيبقى تقريبا من حوالي تقريبا 400 ل 800، يليها الاي ار بتاعنا اللي هو قصتنا الانفرا ريد، يليها الراديو ويفز، ده طبعا المفروض ان هو اقلهم في الانرجي واعلاهم في الويف لينث، زي ما انت شايف كده واصل ل 100 متر، تخيل. بالنسبه بقى للقصه بتاعت الاي ار عندنا، زي ما حل لما يحصل زي ما قلت لكم من شويه، لما انا عندي نوع من الكابلنج اللي بيحصل في حاله الاي ار، لما انا عندي اللي هو نوع الكابلنج، لما بيبقى عندي اي ار اللي هو نوع من انواع الالكترومغنيتيك راديشن بينزل على الموليكيول بتاعي اللي هو نتيجه للاوسيليشن او الاهتزازات او الحركه اللي بيعملها وهو عليه شحنه، فبيعمل الكتريك فيلد، عندي الكترومغنيتيك فيلد، فيحصل ماتشنج ما بين الالكترومغنيتيك فيلد اللي للماركت بتاعي مع الالكترومغنيتيك فيلد بتاع الاي ار بتاعتي، فيحصل ابزوربشن ويحصل امبليفيكيشن للامبليتيود بتاعه الالكترومغنيتيك راديشن. نوضحها بشكل افضل، انا عندي وليكن جزيء الميه، هل طبعا جزيء الميه اللي هو فيه اكسجين عامله 2 كوفالنت بوندز مع 2 هيدروجين. تمام، هل البوند ديت ثابته ولا متحركه؟ احنا بيتهيأ لنا ان هي ثابته، لكن في الحقيقه لا، هي متحركه، بتعمل اوسيليشن، بتعمل اهتزازات، بتعمل ستريتشنج، بنقول عليها احيانا ستريتشنج، رايحه جايه اهو، دي هنا بتتمط وهنا ايه تنكمش. تمام، فالشاهد احنا لما بناخد ونقول ان البوند لينس ما بين الاكسجين والهيدروجين وليكن مثلا فور اكزامبل مثلا 1.3 انجستروم، هل ال 1.3 دي شارب؟ قيمه شارب خالص، هي بتعمل ستريتشنج فتبقى مثلا عامله 1.6 ومثلا تبقى عامله 1.1 مثلا، فباخد الافريج يطلع معايا 1.3 مثلا. تمام، فالشاهد ان انا عندي البوند لينس اللي باخده هو في الحقيقه افريج وليس قيمه شارب. ليه؟ لان نتيجه للاوسيليشن او الاهتزازات او الحركه اللي بتعملها الذرات في الروابط التكافؤيه اللي هي بينهم وبين بعض. تمام، طيب انا عندي ظابط الاكسجين والهيدروجين، والهيدروجين دوم عليهم ايه؟ شحنات، وبيتحركوا يعملوا لي ايه؟ يعملوا الكترومغنيتيك فيلد. نزلت عليها بالاي ار، تمام، اللي هو يعتبر برضه الكترومغنيتيك راديشن. تمام، يحصل ماتشنج او كابلنج ما بين ده وده، ويحصل ساعتها امتصاص للاي ار. تمام، وبالتالي يحصل امبليفيكيشن للالكترومغنيتيك راديشن، او بنقول عليه الانكريز في الكوانتم انرجي بتاعته. يبقى احنا عندنا لما الاي ار ينزل على
اللي هو شكل الاشكال الكترومغناطيك راديشن يبدا ينزل على المركب بتاعي، تمام، يبدا المركب بتاعي يعمل فايبريشن، بيقولوا عليها الموليكولار فايبريشن. زي ما اخذنا قبل كده ان الموليكولار فايبريشن بتاعي ده قد يكون ليه شكل من شكلين، يا اما قد يكون ستريتشنج حاجه بتتمط، او قد يكون بيندنج، تمام. طيب الاسترتشنج دوت ده بيحصل على نفس الخط بتاع البند، تمام. لو نفس الاثنين، انا عندي هنا ذرتين، تمام، يعني ده حاجه هو كربونه عامله مع اتش وعامله مع اتش. لو الذره ديت والذره ديت الاسترتشنج بتاعهم في نفس الاتجاه ساعتها بنقول عليه استرتشنج بس سيمتريك. لكن لو كان هنا واحده بتعمل استرتشنج في اتجاه والتانية بتعمل في اتجاه المعاكس ساعتها بقول عليها asymmetric stretching. طب ايه المشترك بينهم؟ ان اتنين على نفس اللاين بتاع البوند، على نفس الخط بتاع البوند، لا طلع فوق ولا نزل تحت، عشان كده هي ما تعتبرش bending، تعتبر stretching. طب النوع التاني بقى اللي هو البيندنج، هنا على عكس الاسترتشنج، مش على نفس الخط بتاع البوند. ولو ده ليه نوعين، يا اما يكون على نفس البلين فاقول عليه ان بلين بيندنج، او يكون مش في نفس البلين فاقول عليها اوت اوف بلين بيندنج. طيب لو كان على نفس البلين على نفس المستوى، يا اما لو كان على نفس المستوى، خلي بالك اهو مش على نفس الخط بتاع البوند، لا بدا يتحرك من الخط بتاع البوند. فلو ده راح كده وده راح، يعني ده راح لجوه وده راح لجوه، بقى شبه الايه المقص، فيقول عليها سيسور. لكن لو كان الاثنين بيروحوا في نفس الاتجاه، يعني مش ده لجوه وده لجوه، لا ده لجوه والتاني لبره، يبقى عامل زي ساعه البندول، ساعتها هيقولوا عليها روكينج. طيب ده لو كان على نفس البلين. طب لو بداوا ينحرفوا مش على نفس الخط بتاع البند، وكمان بداوا ان هما مش يكونوا على نفس المستوى، مش يكونوا على نفس البلين، لو واحد فيهم بيطلع لفوق والتاني بينزل لتحت او العكس هنا وهنا، ساعتها هيقولوا عليها تويستنج. طيب لو الاثنين في نفس الاتجاه، يعني ده بيطلع لفوق وده بيطلع لفوق، ساعتها يقولوا عليها واجنج او واج، كان زي الطير اللي بجناح، تمام. يبقى انا عندي ستريتشنج سيمتريك واسيمتريك، وعندي بيندنج حاجتين، يا اما اوت اوف بلين يا اما ان بلين. لو ان بلين يا اما سيسر او روكينج، يا اما اوت اوف بلين ده يا اما يكون تويستنج او واجنج. امتى الكلام دوت؟ ده لما بيحصل مولكيولار فايبريشن. ليه بيحصل مولكيولار فايبريشن؟ نتيجه للانتر اكشن ما بين الكتروماجنتيك راديشن بتاعه الاي ار مع الموليكيول بتاعي. خلاص الكلام ده اهو قلناه من شويه، انا عندي كوفيلنت بوند بيحصل اوسيليشن، انا بتكلم خلي بالك من غير اي ار نازل، الطبيعي ان اي حاجه في الدنيا بتتحرك، مش حاجه ثابته، تمام. فانا عندي حاجه بتتحرك، ذرات بتتحرك وعليها شحنه، يبدا يحصل ايه؟ يطلع لها الكتروماجنتيك راديشن، بيقول عليها ايه. هنا في طبعا فرق في الشحنه ما بين مثلا الحاجه الكوره اللي هي الذره باللون الازرق والذره اللي باللون الاخضر، دي ليها شحنه ودي ليها شحنه. لو في فرق في الشحنه كبير، يعني تشينج كبير في الدايبول مومنت، بيقول عليها الدايبول مومنت، ده بيزود الالكتروماجنتيك فيلد اللي طالع، تمام، نتيجه للاوسيليشن بتاع البوند اللي متكونه ما بين الذره دي والذره دي. بدات انزل عليهم بقى بي اي ار اللي هو برضه ليه الكتروماجنتيك راديشن، يعتبر الكتروماجنتيك راديشن. يحصل في حاله الاي ار زي ما اتفقنا ايه؟ كوليجن ولا كابلنج؟ لا يحصل كابلنج. ليه؟ نتيجه الماتشنج اللي بيحصل ما بين الالكتروماجنتيك فيلد بتاع الاي ار والالكتروماجنتيك فيلد بتاع الاوسيليتنج تو اتومز، تمام. فيحصل اهو ماتشنج ما بين ده وما بين ده، ويحصل امبليفيكيشن او كابلنج للويف اللي هو الالكتروماجنتيك راديشن وتزيد. شايف كان دي كده ودي كده، بدات يحصل امبليفيكيشن او زياده في الالكتروماجنتيك راديشن. طبعا مهم جدا ان احنا نعرف ان كل ظابطين، كل ظابطين عاملين انتر اكشن كوفيلنت بينهم وبين بعض، ليهم كاركترستيك ستريتشنج وبندنج فايبريشن، تمام. يبقى في كل ذرتين عاملين انتر اكشن مع بعض، زي ما ان شاء الله هنشوف المحاضره الجايه وان شاء الله اللي بعدها، كل ذرتين ليهم عاملين كوفيلنت بوند ونزلت عليهم بالاي ار،
هيكون ليهم كاركترستيك ستريتشنج وبندنج فايبريشن. فور اكزامبل، لو انا عندي مثلا كربون مع كربون سنجل بوند، خلي بالك ليها كاركترستيك ستريتشنج فريكوانسي وليها كاركترستيك بندنج فريكوانسي، تمام. وطبعا زي ما هنشوف ان شاء الله بعد كده ان الاسترتشنج ليه انرجي مختلفه خالص عن البندنج، هنتكلم ان شاء الله عليها بالتفصيل المره الجايه باذن الله، تمام. طيب شلت ذره كربون حطيت اكسجين، هل تكون الاسترتشنج والبندنج بتاعتها زي الكربون كربون؟ لا مستحيل، ساعتها هتختلف. ليه؟ لان نوع الانتايتي اللي هي الطبيعه بتاعت الاكسجين مختلفه تماما، كبقى اتوم سايز وتشارج وحاجات كتيره، فاكتورز كتيره، فطبيعي جدا الاوسيليشن بتاعها مختلف، فطبيعي الكابلنج لما يحصل مع الاي ار يطلع لي ستريتشنج وبندنج فايبريشن مختلف. في عمر اللي بيكون السي او ليها ستريتشنج وبندنج فايبريشن ابدا مستحيل تكون زي الستريتشنج والبندنج فايبريشن بتاع الكربون كربون، تمام. زي ما هنشوف ان شاء الله المره الجايه في كربون نيتروجين. طب لو كربون دبل بوند كربون ليها ستريتشنج وبندنج مختلف عن السنجل، ولو كربون تريبل كربون، تمام، رابطه ثلاثيه ليها ستريتشنج وبندنج فايبريشن مختلف لو كان ثنائيه او رابطه احاديه. زي ما اتفقنا ان احنا لما بيحصل اوسيليشن المركب بتاعي بيعمل اوسيليشن وبتطلع الكترومغنيتيك فيلد، بيحصل ماتشنج مع الكترومغنيتيك فيلد بتاع الاي ار، يحصل كابلنج ويحصل امتصاص للاي ار. الامتصاص بتاع الاي ار ده يترجم في ايه؟ في البيك اللي حضرتك شايفه ده. ده كده معناه ايه؟ ان هو حصل في الحته ديت امتصاص للاي ار، تمام؟ ماتشنج او كابلنج ما بين الكترومغنيتيك فيلد بتاع المركب مع الكترومغنيتيك فيلد بتاع الاي ار، وحصل امتصاص للاي ار. لكن هنا مفيش كابلنج ما بين الكترومغنيتيك فيلد بتاعت الاي ار وما بين المركب، فهنا مفيش امتصاص نهائي للاي ار، فهنا نسبه الترانسميشن او مرور الاي ار 100%، تمام. عشان كده دايما احنا لازم نكون عارفين ان عندي في الاي ار تشارت واي واكس اكسس، هنا عندي الواي اكسس هو البيرسنت اوف ترانسميشن، فانا عندي هنا 100% ترانسميشن. ليه هنا 100% ترانسميشن؟ يعني الضوء بالكامل ما امتصش وعدى، لان ما حصلش هنا ماتشنج او كابلنج ما بين الالكترومغنيتيك فيلد بتاعت الاي ار مع الالكترومغنيتيك فيلد بتاع المركب بتاعي. على العكس في الحته ديت هنا بدا يحصل امتصاص للاي ار، تمام. طيب انا اتكلمت هنا على الواي اكسس اللي هو البيرسنت اوف ترانسميشن. طيب بالنسبه للاكس اكسس ده بيبقى في الاي ار ايه؟ بيبقى طبعا حاجه اسمها الويف نمبر. الويف اهو، الويف نمبر، ودي دايما بتكون بالسنتيمتر ماينس 1. وخلي بالك محدش يفتكر ان الويف نمبر هي الفريكوانسي، هما الاثنين علاقه عكسيه مع الويف لينث، لكن الويف نمبر انا بشوف فيها النمبر اوف سايكلز بير يونت ديستانس، تمام. خلي بالك الويف نمبر تاني هي النمبر اوف سايكلز بير يونت ديستانس، فكان كل ما كان الانرجي بتاعتك عاليه كل ما كان الويف نمبر، اسمها حتى ويف نمبر يعني عدد الويفز، عدد السايكلز، كل ما كان الانرجي بتاعتك عاليه زي ما خلاص ما قلنا في اول المحاضره يبقى اكيد عدد السايكلز كبيره وبالتالي الويف لينث قليل، تمام. الويف لينث او طول الموج بين السايكلز او الويفز ديت طبعا قليل، عشان كده هي علاقه عكسيه ما بين الويف لينث وما بين الويف نمبر. لكن اختلاف الويف نمبر عن الفريكوانسي ان الويف نمبر بتقيس عدد السايكلز بير يونت ديستانس في المسافه، على عكس من الفريكوانسي ان هي بتقيس الويف سوري بتقيس النمبر اوف سايكلز بير سكند او بير يونت تايم يونت. فانا عندي الفريكوانسي بتقيس نمبر اوف سايكلز بير يونت تايم، لكن الويف نمبر بتقيس نمبر اوف سايكلز بير يونت ديستانس، وهو ده الاختلاف بينهم. لكن الاثنين سواء الفريكوانسي او الويف نمبر هما الاثنين في علاقه عكسيه مع الويف لينس. الشاهد عشان ما تتوهوش انا عندي هنا في الاكس اكسس في الاي ار بنقيسها طبعا بيبقى عندي هنا الويف نمبر اللي هو بالسنتيمتر ماينس 1، تمام. وعاده بنقيس من حوالي 500 مثلا لحد 4000 او 4500، تمام. وهنتكلم برضو ان شاء الله في المحاضرات الجايه على القصه ديت بالتفصيل يعني ان شاء الله. طبعا زي ما اتفقنا ان عندي الواي اكسس هو البيرسنت اوف ترانسميشن. اتمنى الدنيا الحمد لله تكون ان شاء الله واضحه معاكم.
ويعني لو في حد عنده أي استفسار أو أي حاجة مش واضحة في المحاضرة، إن شاء الله ممكن يتواصل معايا مباشرة بإذن الله. بالتوفيق وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.